والنعيم، اكل الشهد وادوس على الورد، البس الحرير واعمل مونيكير. دستور يا سياد يجعل كلامنا خفيف على قلوبكم. انت بتحلم يا بنت؟ ايوه بحلم، بحلم ان ربنا يتوب عليها من الحاره وعيشتها ومن دكانتي وزبالتها. طب نجر البسي هدومك وانزلي على الدكان، خلينا نشوف اكل عيشنا. اكل الشهد وادوس على الورد يا اخي، ده سكتره ميه قادر ان شاء الله. وهتحم عالشيشة وتنام بيشة ونيلهم عندك. وجب يا معلمة، ده هي تقطع القهوة على زباينها، خد ادفع. حاضر يا معلمة، لما حسيب السيادة. ما حسيب السيادة، طب ما تتهز يا بني آدم وتقوم تلم المليان وتخدم على اخوانك. وجب يا معلمة. وما في المشمش يا معلمة، تفادد اللي عليه وخد افراج. خليكوا شاهدين عليه عشان لما يوصل وافتح قرنه اطلع برا. طب هدي اخلاقك يا معلم، هات واحد حلو. واحد حلو بالحبه السكر يا وش، وهات المشروب ونزل المطلوب عندك يا ولد. بسلامتك جاي تتمخدر دلوقتي وتقول لي واحد حلو بالحباش؟ ما كان بلاش، كنت فين لحد دلوقتي؟ ما الحق مش عليا يا معلم، الحق من خلقك. امال على مين؟ عليا انا؟ لا، الحق على الحده اللي في اول دور. حده مين يا واد؟ فهمني. يا بنت المندلة، عاملة في روحك كده ليه يا بنت؟ عاملة زي الزوات اللي ربنا راضي عليهم، فيها ايه يعني؟ فز حطي راسك تحت الحنفية واغسلي الجير والحمرة اللي منقراشة بيهم خلقتك. هقول لك ايه؟ بلدي. قومي يا بنت اربطي منديلك والبسي جلابية الشغل، خلينا نستفتح. اوه عفين يا ماما، انا عشان خاطرك هقف في الدكان كاسير، لا بيع ولا شراء. يا بنت الصبح انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقولك ان انا زهقت من الحرق اللي فيها، نفسي ربنا يتوب عليا واعيش زي الزوات والارستورات. وادي يا معلمه حكايه الحداه والغراب وما جرى بينهما. يا شو ما جرى بينهما؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. البنت هنوم على اخر الزمن، خلوا سمعه الحاره زي الوحل يا رجاله. احنا ده يا معلمه. الحاره حارتنا وبناتها بناتنا. ورايا يا رجاله. وراها يا رجاله، وراها. يلا. روحي ربنا يحرق قلبي عليكي يا هنومه يا بنت ثانيه جرجيب. بقى يا بنت مش ناويه تيجي بالذوق. فنفاده ما يجيش بالذوق. ما يجيش الا بالعافيه. ولا بام علي. نجر انت على القهوه ونعرف شغلي مع الانجابات. واجب يا معلمه. الله، هو طار بايت يا ام زعبل ولا جايه تشطري عليا وانا عود في وسط حزمه؟ اللي فات مات يا مهنومه، وانت وليا ولا وليا، ولا اشوفه النهارده ولا قلوش يقعد لي بكره ولا حشوف. قصدك ايه يا ام زعبل؟ فهميني. هي بسلامتها ما فهمكيش؟ ما فهمكيش كانت دايره فلت امبارح؟ ما حسيتيش بيها لما جت وش الفات؟ كلام ايه ده يا معلمه اللي بتقوليه؟ فاشر، ده احنا طول عمرنا ان كنت مكدباني اسالي مقصوفة الرقبة اللي بنحيتنا وجرصتنا. اخرس يا قطع لسانك، ده انا انضف منك واشرف منك وضفري برقبتك وبرقبتي اللي في الحارة كلهم. ايه؟ النومة. ايوه سبت واتفسحت وعملت ما بدالي، حد له حكم عليا؟ عايزين مني حاجة؟ سامعة يا امها؟ انا ما بخافش لا منك ولا منها، انا خلاص زهقت من خلاقكم ومن خناقكم، عايزة اعاشر ناس احسن منكم انضف منكم يا بلدي يا الماما. اخرسي، انا اذبحك واشرب من دمك. انت بتضربيني يا امها. الدنيا بترقص. لا، الدنيا بترقص كداب. الدنيا قايمه على رجل، الدنيا بترقع بالصوت.